عبد العزيز بن سعود. هذه والله اول مشاركه اجربها حول العالم. اول شيء يعطيكم العافيه اللجنه المنظمه، صراحه مكان ولا اروع، المسار كان جيد، المشاركين ما شاء الله عليهم، الكل متحمس اليوم. وكمشاركه صراحه نحن عدينا فريق من بعد رمضان نتمرن، يعني فريق موجودين، فريق الركام والبجيره، كنا فريق واحد منطقه الشرقيه، والحمد لله حصلنا على المراكز الاولى الحمد لله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. وانا اقول السباق صراحه ناجح، انا المره الاولى شارك السباق بس انا اقول ناجح. بدر الكعبي، والله هي مشاركه طيبه وبطوله ممتازه، ويا ليت يعني دائما يسوون نفس هالفعاليات، بطولات ترى وايد حلوه يعني، وساعد على الشباب اللي بالكادر الحكومي وبرع الكادر الحكومي كل يشارك فيها، يعني شيء وايد طيب صراحه. واشكر قريه الشعب على التنظيم هذا الجميل جدا صراحه. حاليا يارسين تغيرت الفكره وفي خطوات للاستراتيجيه اللي وضعت انه يتم الشغل عليها ونكون فيها نتائج. من ضمن الاشياء نحن اليوم نشوف تغيرت، نعم ليش ما تغيرت؟ بقول لك شو اللي تغير. تغير اليوم اول شيء موجود الاخوان الجاليات والجنسيات، مختلف الجنسيات موجودين. اثنين، الثقافه الرياضيه مثل ما تكلمنا موجوده من مشاركه الجميع، الناس في هذا السباق ما تهدف للمركز الاول، انا قاعد اشوف في ناس قاعده تمشي هروله، معناه ان الثقافه الرياضيه عندهم موجوده. نحن هذا الهدف لنا، ان الكل يمارس الرياضه للجسم، للمجتمع، للعوائل ان شاء الله.